أذكر مرة كان لي محاضرة في إحدى القرى، خرجت من المحاضرة طالع لي القرية ما فيها مطار، فكان يعني يحتاج نمشي أحيانا 80 كيلو حتى تصل المطار. فقال لي واحد: يا شيخ ترى عندي إبل في الطريق وحليب وكذا، مر تقهوى عندنا وانت رايح. فمريت فعلا وجلست عنده 10 دقائق، وكان في مجموعة وتكلمت كلمتين عن الصلاة. ففي أثناء جلوسي قال لي واحد شاب يمكن عمره أبو 13-14، قال: يا شيخ أنا يعني أنا أصلي بس عاد أبوي يا شيخ شديد في الصلاة ويطقنا دائم على الصلاة. قلت: كيف يا ولدي؟ قال: يا شيخ أنا مرة برد شديد وقرية في البر، فطبيعي البرد يكون عندهم أشد من غيرهم يعني. يقول: فجاء أبوي عندي ودخل الغرفة، قم صلي يا ولد. يقول أبوي على طول: يا شيخ يرفع العقال، ما عنده يا ولدي. قم يا محمد، محمد ولدي قم صل. لا ما يقول على طول يرفع العقال، قم صلي يا ولد. يقول: فأنا تعودت أني أكل لي ضربتين قبل لا أقوم من سريري. يقول: المهم قمت بسرعة ورحت للمغسلة، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بأتوضأ. فسمعت الأذان، قلت: أوه يبغى له نص ساعة حتى يقيم، خلني أرجع وأخذ لي رقدة 10 دقائق وبعدين أطلع يعني ألحق على الصلاة. يقول: والله يا شيخ ونومة ما استيقظت إلا على صوت باب الحديد، أبوي داخل دق داخل الفلة. فقمت وحضرني ما قرب وما بعد، قلت: الآن بيجلدني جلد، يعني هو الآن يجلدني إذا ما حضرت تكبيرة الإحرام، كيف الآن وقد فاتتني الصلاة؟ يقول: وأنظر يمين يسار، قلت: ما في إلا غرفة الوالدة، استفزع بها. يقول: وانقز يا شيخ الغرفة أمي يمها أبويا، فما وجدت أمي إلا أبوي مقبل على الغرفة وتورطت، قلت: الحين انطلعت مسكني. فرأيت سجادة أمي وجلال الصلاة محطوطات على الأرض. يقول: والله يا شيخ وآخذ الجلال وألبسه وأجلس. قلت: خل الشايب يدخل ويرقد وأنا أطلع يعني خطة. يقول: وأنا جالس لابس الجلال مستقبل القبلة دخل أبوي، بعدين قال: ها أنت البارح تقولين ما علي صلاة، وشلون تصلين؟ الشايب منتهي ذا. يقول: أنا يا شيخ ما فهمت وش قصد أبوي. قلت في نفسي: زين انك ما فهمت يا رجال، ولا كان تصير هوايل. يقول: واقعد كذا واسمع ابوي يقول: الصلاه اليوم طولت، عجلي خلصي، وش هالصلاه ذي، عجلي خلصي. يقول: ما ادري ليش ابوي مستعجل على امي تخلص من الصلاه. يقول: شوي الا دخلت امي بالقهوه له، يوم شافه درى بالعركه، المهم ستر الله علي وهربت من الغرفه. فقلت له: والله يا ولدي زين انك اول شيء ما فهمت. هذا اولا. الامر الثاني يا ولدي، هذا ابوك يعني من شده حرصه عليك وجزاه الله خير يبغى ينبهك، لكن المقصود ان يعني ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه.